بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. شخصية المولود أعمى، شخصية دي محيرة جدا. الراجل ده عشته كلها عند الهيكل، يعني الراجل ما بيمشيش من بره الهيكل بس أعمى. عمال الناس تطبطب عليه بس أعمى، تدي له حب بس أعمى، تدي له فلوس وهو أعمى، تحط له أكل وهو أعمى. هو عمال معايش الدنيا كلها شحاتة. أوقات كتير أنا وأنت بنبقى زي الناس دي، بنشحت الحب، بنشحت الصدقة، بنشحت الكلمة الحلوة، بس إحنا عميان، يعني مش عارفين اللي بيدهلنا دول بيحبونا ولا بيكرهونا ولا عايزيننا ولا مش عايزيننا ولا حياتهم إيه معانا. فجأة كده الناس بصت على الأعمى ده ولقوه مفتح. مين فتح عينك يا عم؟ واحد قال لي فتح، حط طين على عيني وفتحت. لا 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 لا، راح جاب أبوه وأمه قالوا أنتوا تعرفوا الولد ده؟ ساعات كتير قوي العمل اللي احنا كنا عايشين فيه مش معرفنا اللي حوالينا كويس. العمل الروحي ممكن ابقى عينيا مفتحه او مفنجله قد كده، بس انا روحيا اعمى. انا مش عارف اللي الناس اللي حواليا دول معايا ولا مش معايا، جنبي ولا مش جنبي، بيسندوني ولا بيسندونيش. انا شفت بس وانا اعمى ناس بتطبطب عليا، ناس بتحبني، بس في الحقيقه اللي جوه ما كانوش بيحبوني قوي. لما جابوا اهله قالوا انتوا تعرفوه؟ قالوا احنا هو كامل السن اسالوه. فحتى اهله راحوا باعوه. ده انا فتحت، ده المفروض لما فتح الاقي الحب اللي انا كنت شايفه وانا اعمى. لا، اوقات كتير قوي العمى الروحي ده ما يخليناش نعرف اللي حوالينا. فربنا يروح عامل لك ايه؟ مفتح عينك. بس اول ما تفتح عينك اوعى لما تفتح عينك كده تلاقي نفسك فهمت وعرفت اللي حواليك، تلاقي الاحضان هي هي والحب هو هو وكم هو. صدقني ابدا، بتكتشف امر صعب قوي. تكتشف انك انت اول حاجه ما كنتش شايف نفسك صح. انت مش شحات يا حبيبي، ربنا مديك قلب حلو وشخصيه حلوه. انت اللي حطيت نفسك في العمى وبقيت شحات. فربنا يروح قايل لك ايه؟ انت حد حلو قوي، انا بحبك فمش عايزك تبقى شحات. تاني حاجه، اول ما ربنا يفتح عينك تبص على اللي حواليك تشوفهم صح قوي بقى، تشوف اللي كان بيحبك بجد ولا كان بيحبك شحاته، شوف اللي كان عاوز منك حب بجد ولا اللي كان عاوز منك كده ياخد منك حاجة ويجري. فربنا يروح مفتح عينيك ويقول لك خلي بالك، قدم حب وخد الحب بس وانت مفتح. يجي في جملة كده قالها المولود أعمى للكهنة وكتب الفارسيين، قال لهم نحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، وده أكبر عمى روحي بيصيبك كشاب وبيصيبنا كلنا. مين قالك يا حبيبي ربنا بيسمعش الخطاة؟ ده هو جيل الخطاة أصلا، جيل يدعو أبرار مش بيدعو أبرار، بل خطاة للتوبة. ما جاش للأصحاء، جيل المرضى. يعني الفهم ده نفسه مش بتاعك، إن ربنا يقولك أنا جاي عشانك. فالعمل الروحي يقولك إيه؟ إن الله لا يسمع للخطاة، لكن ربنا جه يسمع للخطاة، جه يسمع للي زي واللي زيك، جه يسمع للضعيف اللي مش شايف اللي مش حاسس، جه يسمع للي ملوش حد واللي رموه أهله واللي رموه صحابه وحتى اللي طردوه. حتى لما فتح اللي كان قاعد على الهيكل اتطرد، أول ما اتطرد شاف بجد بقى، شاف بعينيه مين اللي فتح عينه، شاف الحب الصادق، شاف الشخص اللي لمسه بجد، اللي حضنه بجد، اللي حضنه وهو مش عاوز منه حاجة، حضنه بحب بأمانة، حضنه وهو عايز يديله كل حاجة مش ياخد منه كل حاجة. أشجعك إنك تبص على شخصية المولود أعمى وما تبقاش عايش شحاتة، ما تبقاش قاعد مستني صدقة من حد ولا كلمة حلوة من حد ولا رسالة من حد ولا رنة من حد. أشجعك إنك تفتح عينك على شخصيتك أنت، شخصيتك الحلوة اللي أنت دفنتها بعمى كبير جدا وصدقت اللي حواليك إنك عايش شحاتة. أشجعك إنك تبص على ربنا بصدق، إن الله يسمع للخطاة مهما كان فيك، مهما كان فيك ربنا بيحبك وبيسمعك. إنه جه يدعو الخطاة مش يدعو أبرار، جه للمرضى مش الأصحاء. بشجعك قول له يا رب افتح يا رب عيني، افتح عيني عشان أشوف عجائب من شريعتك، افتح عيني عشان أشوف شخصيتي صح وأشوفك صح وأشوف اللي حواليا كمان صح. ليه كل المجد والكرامة للآن وكل أوان دهر دور كلها أمين.